أنتم أتيتوا لنا بالسياسة، والسياسة يجب أن تكون متكاملة، وهي كاللعبة، وإن كانت كلعبة سياسية لا تلعبوا بقواعدكم وتمنعون عنا قواعد لعبة. والذي يحدث اليوم في الكويت هو يعني لعب على الدغون، يعني انتهكت كراماتنا واحترامنا. القانون أصبح يكسر في الكويت، ليس داهم باسمه لكني أدعم شخصه لا أعرف ولا تجمعني به علاقة، لكن ما حدث له من ظلم وانتقائية في تطبيق القانون عليه، هذا من الممكن أن يهدد مستقبلي. أنا الآن لا أشعر بالأمان، نعم لا أشعر بالأمان عندما يطبق قانون على شخص ويطبق على شخص بشكل آخر. أريد أن أعلم ماذا يحدث هنا في الكويت، ما الذي يحدث، ماذا يجدر بنا أن نفعل؟ كفى ما يحدث، كفى، يعني لا نستطيع، لا نشعر بالأمان فعلا. طبق عليه حكم بأثر رجعي، هل إذا فعلت شيء أو إذا أحد ما فعل شيء سوف يحاكم بأثر رجعي بعد 30 سنة؟ محكمة التمييز هي أعلى محكمة بالعالم أجمع، فكيف تأتي بحكم آخر؟ طبعا وهو حكم محترم لكن تضادت الأحكام، فما الحكم الذي يجب عليه نفعل وهي كلها واجبة النفاذ؟ فعلا أنه شيء يعني لا يكاد العقل أن يتحمله. نحن هنا في الكويت نسبة الشباب ما يغارب الآن، يعني أنا أذكرها قبل 4 سنوات من حكم تخصصي كانت 85%، الآن أكثر. الشباب نحن حراك هذا الوطن، نحن الذين سنبنيه، نحن الجيل الذي سنهتم به.